الأرشيف العام فيه جزء من تاريخ تونس جزء هام. يأتي الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف كمناسبة لتخليد ذكرى تنظيم وثائق الدولة من قبل الوزير المصلح خير الدين في 9 من ديسمبر سنة 1874 قبل الحماية الفرنسية. الاحتفال بهذا اليوم هدفه إبراز قيمة الأرشيف باعتباره سندا للذاكرة الوطنية وجزء لا يتجزأ من منظومة التصرف من شأنه تحسين مردودية العمل الإداري ونجاعته. حسن التصرف فيه هو جزء من الحكم الرشيد ويمكن الإدارة باش تعرف حقوقها وتحافظ على حقوق المتعاملين معها وحقوق المواطنين وتصل إلى المعلومة بسرعة وتأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وبالتالي تحسن المردودية والنجاعة في العمل الإداري والعمل الاقتصادي بصفة عامة. ذكرى الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف تأتي تزامنا مع إصدار الكتاب الأسود الصادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية والإعلامية، خاصة بعد تصريحاته على قناة تيانان في برنامج على باب المسؤول الذي بث خلال شهر رمضان الفارط. هذه الملفات تحت ذمة المجلس التأسيسي وتحت ذمة المؤسسات عندما تكون هناك قوانين، أنا مش بخرج حتى شيء إلا في إطار قانون. المدير العام للأرشيف الوطني اعتبر أن الأرشيف ملك الدولة العامة ولا يحق لأي طرف التفويت فيه إلا وفق الترتيب القانونية الجاري بها العمل أو بعد إصدار قانون أساسي للعدالة الانتقالية. القوانين الجاري بها العمل الآن فهي لا تسمح بفتح الأرشيف بصفة فورية، تحمي هذا الأرشيف تحافظ عليه وذلك حفاظا على الأمن الوطني وحفاظا على الحياة الخاصة وحفاظا على مصالح الإدارة ومصالح المتعاملين معها. اللي قام بفتح الأرشيف عليه أن يتحمل تبعات ذلك أمام ما يقتضيه القانون.